السلام عليكم. بسم الله والصلاة على رسول الله. مرحبا بجماهير النادي الإفريقي. انتهت المقابلة اليوم بين النادي الإفريقي وشبيبة المنازة بانتصار النادي الإفريقي بنتيجة 92-77. بصراحة تفرجت فيها المقابلة كاملة. المستوى نتاع النادي الإفريقي مستوى مطمن. ساعات يصير بعض الرولاشمون من الملاعبية، ولكن إجمالا معناها عنده مستوى جيد جدا. الشوط الأولاني انتهى بنتيجة 47-31 للنادي الإفريقي، المقابلة 92-77 لصالح النادي الإفريقي. الملاحظة البارزة اللي عمر عبادة بصراحة سجل 20 نقطة، معناها تتسمى حاجة باهية. كيف الشنوفي سجل 23 نقطة، هذه تسمى حاجة باهية للملاعبية هذا مزوز، معناها أداء ممتاز جدا في الأهداف. مهدي السايح كالعادة وفي العادات، ومعناها ساعات يعمل سماتش باهية، ساعات يعمل تروا بوان باهية، يفك يلعب يحاربت مع الملاعبية. جوجو زاد كيف معناها نفس الحكاية، جوجو ديما وفي العادات وستابل في الأداء متاعه. ونعيم ضيف الله الخبرة شارك اليوم، معناها السعادة كان ممتاز في بعض الأحيان. كيف مراد المبروك معناها ما لعبش برشا، ولكن كالعادة مراد المبروك وقت اللي سجل لك صفة رمية ثنائية ولا ثلاثية ممتازين جدا. أيمن طرابلسي معناها متوسط، معناها وقادر باش يتصلح بنسبة كبيرة، ولكن سجل 14 نقطة. والطرهوني الملاعب الشاب ابن النادي الإفريقي قدم معناها مقابلة إجمالا مقبولة منه الملاعب هذا. الملاحظة البارزة بصراحة نسوقها لإدارة النادي الإفريقي واليوسف العلمي وجماهير النادي الإفريقي. بصراحة ثم ملاعب يدي اسمه الناجي الجزيري، ملاعب هذايا لاعب شبيبة المنازة، مسجل 26 نقطة، أكثر لاعب سجل في المقابلة، ملاعب يسجل من 3 بوا بصفة كبيرة. يفكرني بالمبروكي والمبروك والشنوفي وعبادة. بصراحة ملاعب إن شاء الله النادي الإفريقي ننتدبوه. أنا نأكد لكم بقدرة الله يعطي الإضافة إن شاء الله. معناها شبيبة المنازة هي براسك معناها المكثر من أحباء النادي الإفريقي. إن شاء الله تصير انتداب الملاعب هذا ويفيد النادي الإفريقي في قادم الجولات. كيف ثم غياب نتاع حمودي كان غايب معناها لأسباب الإصابة، هذايا معناها عبادة والحمودي هما الملاعبية اللي زادوا على الإفكتيف نتاع مناول. عنا إفكتيف كامل ملاعبية أساسيين واحتياطيين. فارس العش في بالي بشير فريق لبناني، مش عارف وقتاش باش يرجع يكور مع الكلوب أفريكا، معناها نورمال نرجعوه ملاعب نتاعنا، معناها يسجل معناها ويثبت الديفونس نتاع المنافسين. يعني هذا بالنسبة اللي لاحظته أنا في المقابلة هذه. الغياب نتاع حمودي مهم جدا باش يزيد يعطي قوة للنادي الإفريقي. نسجلوا 92 هدف، ظهر لي حتى في الانبي ساعات متسجل 92 هدف، معناها تتسمى حاجة باهية 92 مقابل 77. النادي الإفريقي معناها تقدم في أكثر فريق مسجل أهداف، معناها أصبح النادي الإفريقي في البطولة بعد الجولة الثالثة. النادي الإفريقي يحتل الصدارة في المرتبة الأولانية. والمقابلة الجاية إن شاء الله الناس كلنا تفرجوا فيها نهار السبت ضد الاتحاد المنستيري، يلزم ننتصروا فيها المقابلة ذيك. على فكرة النادي الإفريقي عندنا مشاركة في الكأس الإفريقية، مش تشاركوا في بالي معناها السفرات الثلاثة معناها اللي مش تشاركوا فيهم في إفريقيا يتكلفوا مليار و200 ولا قديش، ما فهمتش انا معناها يا اخي مليار و200 ما دام احنا قادمين باش نشاركوا. هاي شركه فيها المستير، معناها جمعيه ماهيش غنيه، المستير نعرفوها شركه فيها عملاول وشركه فيها عده فرق. عده ما دامنا احنا قادمين باش نشاركوا، ثم سبونسور، ثم معناها كي تشارك في الدورة هذه يعطيوك فلوس، ثم يعني ما ثمش خسارة. مليار و200 يعني أكيد فيهم ربح. ونحب أن الناس اللي تفهم في الأمور هذه بتاع السفرة تتكلف مليار و200 في 3 تنقلات للبلدان الإفريقية، نحب نفهمها أنا كثم ناس تفهم في الباسكيت والأمور الإدارية، ماذا بين ينوروا الجمهور ويقولون شنو هي الحكاية بتاع مليار و200 حق السفرات الثلاثة. يعني الفرق التونسية وكل ما مادام تشارك في كوب دافريك مطالب باش تكون معناتها محضر روحك للأمور المادية. هذا معناها بالنسبه لفرع النادي الافريقي اللي احنا نحبوا نشاركوا في الكؤوس الافريقيه، نحبوا نشاركوا في السوبر كوب الافريقيه، نحبوا في فرع كره السله يكون فريق عالمي.
معناها نشاركوا في كاس العالم للانديه، فلذلك نكون مستعدين ماليا، وان شاء الله الستابيليتي هذه اللي قاعده في النادي الافريقي ان شاء الله تتواصل. ونصيحه ليوسف العلمي ان شاء الله يتدبلنا الملاعبي هذا الناجي الجزيري، الملاعبي نتاع شبيبه المنازه، راهو ملاعبي ممتاز وممتاز جدا. وبرافو برافو ابناء النادي الافريقي كل ما نستنقصوش منكم، كلكم ممتازين، كلكم ممتازين جدا، ولكن نحبوا نزيدوا قوي الجمعيه نتاعنا باش ما عادش يربحنا حتى الفريق. وختاما نقول لكم فيما فرصه السيارة. Thank you.